السلام عليكم، هجيب الميكروفون ونجي. السلام عليكم، مرحبا بكم مجددا في قناتي مع هدى. اليوم راح نحكي لكم على موضوع ممكن أول مرة تسمعوا هذه المعلومات على المنحة التركية وعلى كيفاش تديروا إذا كان المعدل تاعكم ماشي 14 فما فوق. هل اللي ما عندوش 14 يقدر ينجح؟ نعم، كاين ناس عندهم أقل من 14 ونجحوا، لكن هذا الطرق الاختيار في الجامعة في المنحة التركية لحد الآن ما علمناش شنو هي الأسباب ولا الأسرار ولا، ولكن اليوم جبت لكم واحد الطريقة ولا واحد السر إذا صح التعبير. أتمنى أنه كامل اللي عندهم المعدل تحت 14 أو بين 11 و14 يسجلوا ويستخدموا هذا الأسسوس، ممكن ينجحوا بهذه الطريقة. نبدأ؟ فلنبدأ. إذا كما كل عام يتكرر السؤال، أنا المعدل تاعي من 20، أو إحنا في الجزائر المعدل تاعنا من 20، كيفاش نحولو المعدل تاعنا إلى المعدل تاع 100%؟ الآن الإشكال أنه أغلب الناس وأغلب المعلومات المنتشرة هي نديرو قاعدة ثلاثية، 100 يقابلها 20 و 13 مثلا، شحال يقابلها إكس يساوي هذه في هذا على هذه، إكس يساوي 13 في 100 على 20. الآن للأسف أنه هذا الأمر غير دقيق. علاش؟ لأنه في تركيا معدل النجاح ماهوش 50%، معدل النجاح في الجامعات بعض الأحيان هو 65%، وهل 65 هي 10؟ يعني إحنا كي نحسبوا قاعدة ثلاثية 50 هي 10، وهذا الشيء كما قلنا للأسف غير دقيق. في الحقيقة أنا تواصلت مع هيئة المنحة وقلت لهم حنايا في الجزائر عندنا المعدل من 20، كيفاش نحسبه؟ فواش قالوا لي؟ قالوا لي باللي انتيا او الطلبه اللي راهم يسقسيو حاولي تقولي لهم انه كل واحد يسجل، الجميع يسجل بدون استثناء، اللي يحب يسجل كامل يسجل. علاش؟ لانه حنا اولا ناخذ بعين الاعتبار الظروف كل دوله او النظام التدريسي في كل دوله، هذه من جهه. من جهة أخرى قالت لي باللي في بعض الأحيان يكون عندنا مقاعد متاحة في بعض التخصصات وما كانش مسجلين إناف، ما كانش عدد كافي من المسجلين، فناخذ ناس معدلاتهم منخفضة، ومنخفضة فعلا يعني. فأنا وش ننصحكم؟ الحاجة الأولى أنه سجلوا مهما كان المعدل تاعكم، أو فلنقول سجلوا إذا كان المعدل تاعكم فوق 11، تمام؟ الآن السر اللي حنعطيه لكم اليوم وشنو هو؟ في الحقيقة أنا نشكر صديقتي أسماء، اسمها شكرا جزيلا على المعلومة. اسماء تقرا في ايطاليا وايضا جزائرية راحت باش تدرس في ايطاليا، وباش يتم قبولها استخدمت هاد لاستيوس، لانه هو ثاني عندهم طابلو معين تاع مطلوب نسبة معينة من 100. فقالت لي حنايا كجزائريين الناس كامل تعدي القاعدة الثلاثية، لكن انا لقيت طابلو هذا دايرته فرنسا تقارن فيه السيستم تاعها او دير فيه ليكيفالونس تاع السيستم تاعها مع دول العالم، ومن بين الدول المذكورة هي تركيا. يعني السيستم لو سيستم فرونسي اللي هو من 20 كما السيستم الجزائري كما التونسي كما المغربي، اللي هو سيستم من 20، كيفاش نقارنوه بالسيستم التركي؟ فهذا الطابلو هذا كما رانا نشوفه الان يشرح لنا هذا المقارنة او المقابلة او المعادلة، كيفاش نديروا المعادلة. فبناء على هذا الطابلو هذا حاولوا انكم تحسبوا المعادلة او المعدل تاعكم من 100 بالضبط شحال يطيح. الان انتم واش تقدروا ديروا؟ كيفاش تقدروا تستفادوا من هذا الجدول؟ انا ننصحكم انه لما تطلعوا لي غولف نوت تاعكم طلعوا معاهم هذا الجدول، ديروا مثلا في شي وورد فيه لي غولف نوت تاعكم، وتحتها حطوا هذا الطابلو هذا وكتبوا باللي نحن وجدنا هذا الجدول الذي يقابل او يدير المعادله بين سيستم تاع 20 وسيستم تاع 100، وارفقناه باش لانه هذا هو اللي خلانا نقيسوا شحال المعدل تاعنا. بهذه الطريقة هذه تقدروا يعني تعطيهم فكرة باللي كي نقابلوا كي نقارنوا نلقاو باللي المعدل تاعنا يسمح لنا بالتسجيل، لأن القاعدة الثلاثية قاعدة غير دقيقة كما قلنا. الأمر الآخر اللي تقدروا تديروا في نهاية التسجيل في رسالة النية، خي عندكم هذيك الخانة تحت اللي تكتبوا فيها أضيف فيها وش حبيت، في هذيك الخانة ثاني تقدروا تضيفوا باللي بناء على هذا الجدول هذا أنا المعدل تاعي يسمح لي أنه أسجل، أتمنى أن تأخذوا هذا الأمر بعين الاعتبار مثلا، أو أنه توضحوا لنا مثلا في قادم السنوات بالضبط كي يكون المعدل من 20 شحال لازم
لازم يكون المعدل المطلوب. فهذه هي الطريقة اللي حبيت نشاركها معكم، إن شاء الله تكون أفادتكم، وإن شاء الله تزيد حظوظكم في نجاح في المنحة التركية، لأنه للأسف الشديد عدد الناجحين أو عدد المقبولين من شمال إفريقيا أقل بكثير من عدد المقبولين من الشرق الأوسط. فأتمنى أنه ما يكونش هذا هو السبب، وأن المنحة تنتبه لهذا الشيء هذا، ويكون نسبة الناجحين من الجزائر أكبر من السنوات السابقة. أنتم بخير، السلام عليكم، باي.